هناخد 3 كلمات صغيرين ممكن تكون بيهم صديق للملك، بس تنفذهم بذمة وضمير. يعني إذا نفذتهم كده تعيش كده وتبقى فعلا صاحبك، يبقى الملاك، يبقى في ملاك صاحبك. من ساعة ما طلعت من جرن المعمودية وانت ربنا كلف لك ملاك اسمه الملاك الحارس، الملاك الحارس. خلي بالك الملاك الحارس بيتابعك من بداية حياتك لنهاية حياتك، ويهمه مصلحتك، ويهمه مصلحتك، يهمه خلاصك. احيانا احنا اللي بنبعد عنه بنسيبه وبنزعله مننا. الملائكة هم أصدقاء البشر، الملائكة هم أصدقاء البشر. تعالوا ناخد 3 كلمات عشان بس ما نطولش عليكم. 3 كلمات إذا حفظتهم ونفذتهم تبقى أنت صديق الملاك الحارس بتاعك. وأقول لكم حكاية حلوة تقول الكلام ده صح. يعني الكلمة الأولانية آسف، آسف. الكلمة الثانية حاضر. الكلمة الثالثة شكرا. سهل ولا صعب؟ تاني مع بعض كده، آسف، حاضر، شكرا. ممكن السيدات يقولوا كده، أخواتي يقولوا آسف، أخواتي. طيب أبائي، أنا آسف أبائي، آسف، حاضر، شكرا. سوزامن مع بعض، آسف، حاضر، شكرا. تخيلوا بقى لو أنا قلت الـ3 كلمات دول ونفذتهم ألاقي الملاك الحارس ده جنبي على طول ما بيسيبنيش، ولو طلبت من ربنا أن يخليني أشوفه هشوفه، لو طلبت من ربنا أن أنا يخليني أشوفه هشوفه. قديس يوحنا القصير كان ربنا مديله نعمة أن يشوف كده واحد يعرف حالته الروحية، متقدم روحيا ولا ده ممسوك بالخطايا. في مرة كده طلع من القداس ولقى راهب ماشي كده، أنا هتحرك معلش، ماشي كده وعامل، وبعدين لقى فيه لقى فيه ايه؟ لقى فيه شياطين حواليه وملاك الحارس ماشي بعيد عنه خالص بحوالي 10 متر، حوالي 10 متر ملاك الحارس ماشي بعيد عنه خالص والشياطين حواليه بيهللوا كده فرحانين بيه خالص. فمسكوا بعد القداس قال له اخويا الحبيب انا شايفك ان انت تعبان. قال له لا انا كويس. احنا دايما ما بنحبش ان اقول بخمس ده انت تعبان فيك عيب ولا حاجه. انا احسن الناس، انت فاكر نفسي ايه؟ انا احسن واحد. الكلام ده اللي بحكيه لكم كان في الدير، كان في الدير. فبيقول له انا حاسس ان انت تعبان، اقول لك بصراحه انا شفت الشياطين بتحوم حواليك وملاكك الحارس بعيد عنك. قال له اخطيت يا ابي، انا في خطيه عندي في حياتي. قال له خلاص ممكن تقول عليها اسف، تروح تقابل اب اعترافك وتعترف بيها وتقول عليها اسف. قال له حاضر انا هسمع كلامك. جه الاسبوع الجاي راح عند اب اعترافه، جه يحضر القداس، قديس يوحنا مسكه بعد القداس قال له طوباك. طوبايا ليه؟ قال له عشان انا شفت الشياطين بعدت عنك والملاك الحارس جه وبقى صاحبك. لما راح تاب واعترف وقال اسف الملاك بقى صاحبه، الملاك بقى صاحبه. أقول لك حاجة على كلمة آسف، كتير ما بنكونش عايزين نيجي ونعترف لأن احنا بنخاف من الاعتراف أبدا. أقول لك قاعدة كده ربنا بيتعامل بيها معانا، الله يقدر الحب ويشفق على الضعف. الله يقدر الحب، يا رب أنا بحبك بس بغلط، طب وإيه المشكلة؟ طب ما أنا عارف، طب ما أنا حاسس بيك، طب ما انا عارف ان تصورات قلب الانسان شريره، هي دي حاجه جديده عليا؟ سؤال كده بتجاوبونا عليه بصراحه. ربنا بيفاجئ لما بنغلط، تحصل له اوبراشن كده، ياه بخوميس عمل خطيه، كذب، حلف، زنا، عمل اي حاجه، تحصل له اوبراشن؟ ايوه ولا لا؟ لا، هو ايه؟ عارف، هو عارف عشان هو بيقدر حب ويشفق على الضعف. هو عارف ان احنا ضعفة، انا ضعيف يا رب، طب ايه المشكلة؟ قوم ونضف لبسك. فاكرين القديس ششو النهاردة بيقول لاخواته ايه؟ يا ابويا انا غلطت، يروح توب واعترف. طب واذا غلطت مرة ومرة؟ قال له جاهد وتوب واعترف، روح نضف نفسك. كلمة اسف كلمة حلوة خالص تخلي الملاك صاحبك. كلمة اسف تدي السلام في البيت. الله عليك لو جه هو ومتنرفزه، معلش انا اسفه، معلش انا الغلط عندي،
يا بختك لو بتعملي كده تلاقي الشيطان هرب على طول، هرب، ما بيستحملش كلمة آسف، ما بيستحملهاش خالص، لأن هو الوحيد اللي ما قالش آسف لربنا، هو اتكبر وقال أنا عايز أبقى أكبر منك، بيكلم ربنا يعني، ما قالش كلمة آسف، ما حسش أنه غلط، ده فاكر من حقه أنه ياخد كرسي ربنا، مش دي خطيط الشيطان؟ كبرياء، هو فاكر أنه كده. فاللي حصل إيه؟ طرح في بحيرة النار والكبريت. كلمة آسف تخليك قريب من الملاك الحارس بتاعك، كلمة آسف الزوجة تقولها لزوجها أو الزوج يقولها لزوجته، كلمة آسف نقولها كلنا لأب اعترافنا، كلمة آسف نقولها لربنا كلنا، أنا آسف يا رب مش هعمل كده تاني. بسيط، أي كلمة بسيطة تيجي تقولها لربنا يكون فرحان بيك خالص، أنا آسف يا رب مش هعمل كده تاني، زعلش مني أنا آسف. كلمة آسف تخلي الملاك قريب منك. تماظريني لما مسكت الدير جديد، دير ابو سيفين، هي كان عندها حوالي 20 سنة، وفي امهات رهبات عندهم 90 سنة، فلقت صعوبة في الاول انها يعني تسيطر على الدير وتمشي النظام اللي كانت عايزاه. الدير كان ماشي بالنظام الوحدة، كل واحد ياكل لوحده في القلاية بتاعته، كل واحد يصلي لوحده، مفيش نظام الشركة اللي عمل القديس بخوميوس. هي حبت نعمل النظام ده، وربنا اداها انه تقول كل ما يشوف حد، ام تشوف ام اختها تقول لها اخطيت، اخطيت كده وبس وخلاص، تسلم اغابي يا امنا اخطيت، هي ما عملوش حاجه بس هي حطت تقوله كده. قال له انت هتعملي علينا رئيسه جديده ولا ايه؟ عندك 20 سنة وفي امهات رهبات عندهم 90 سنة. قال له معلش انا سامحوني، ان قولوا لي حاضر، بس حاضر هنعمل كده. ربنا عشان يثبت كلامها، الأم اللي كانت معترضة تقول أن أخطيت، رايحة بالليل بقى نظام التسبحة بالليل الساعة 2، لقت الشيطان مربوط في شجرة متسلسل، هي شافت بعينها، قالت له بتعمل إيه يا منجوس هنا؟ بتعمل إيه؟ شافته بشكله الوحش، أنت بتعمل إيه يا منجوس هنا؟ قال له عامل لكم إيه أنتوا وقريني؟ أنتوا اللي ربطتوني. قال ربطناك ليه؟ عشان بتقولوا آسف لبعض، بتقولوا أخطيت لبعض. مربوط. الشيطان يكون مربوط في بيتك لما يلاقي كلمة آسف يهرب ويتربط، ما يكونش ليه عمل في بيتك لما يكون في كلمة آسف بين الزوج والزوجة، بين الولاد وأبوهم وأمهم، يكون مربوط بكلمة آسف، كلمة سحرية كلمة آسف دي، آسف لربنا، آسف بين الزوج والزوجة، آسف للأولاد وبين الوالدين، آسف للأب الاعتراف. كلمة آسف كلمة جميلة تخلي الملاك يكون صاحبك. الكلمة التانية كلمة إيه؟ هما الكلمة الأولى اسمها إيه؟ آسف، والكلمة التانية إيه؟ حاضر. وكلمة حاضر تعمل إيه؟ يقولوا في المثل تريح، اعمل حاجة حاضر، حتى مش بتعمل بعد كده بس هو حاضر يعني، كلمة آسف يعني كلمة حاضر تريح. ملاكك الحارس يفرح لما دايما تقرأ الوصية وتقول حاضر حاضر، هتنفذ 10% هو مبسوط خالص منك، طب 20%، طب 50% برضه هو مبسوط منك. كلمة حاضر. احكي لكم حكاية، تحبوا الحكايات؟ حكاية بتقول واحد قال حاضر للوصية. مرسى مطروح، قبل مرسى مطروح ب50 كيلو، أيام دقلديانوس بعد ما بعت منشور لعبادة الأوثان وإن الدولة دي الدولة الرومانية دولة وثنية، واحد اسمه فوكا، اسم غريب شوية، اسمه إيه؟ فوكا، اسمه إيه؟ فوكا. فوكا ده قال حاضر على الوصية، أحبوا أعدائكم، الجنود اللي جايين يقتلوه مالوش حتة يباتوا فيها، جنود دقلديانوس جايبين المنشور بتاعهم، إحنا جايين البلد دي لواحد اسمه فوكا، تعرفش فين؟ قال له أنا عارفه، جايين تعملوا له إيه؟ جينا قطع رقبته. طيب ممكن تناموا عندي والصبح هعرفكم بفوكا، بس تعال اغسل رجليكم الاول، تعال اعشيكم الاول، تعال استضيفكم الاول، واقوم معاكم بواجب الضيافه، وبعد كده بكره الصبح هوريكم فوكا. انا لو مكان فوكا اعمل ايه؟ افك صح؟ اجري خلاص، اقفل عليهم واعمل ايه؟ أجري. خلصت الحكاية على كده، يدوروا على فوكا مين ده بقى، صح كده؟ لا، هو قال حاضر للوصية،
حاضر لوصية انه يستشهد على اسم المسيح، وحاضر لوصية المحبة. بعد ما صحي الصبح فطرهم وقام معاهم بالواجب وتمام برضو تمام، ايه يا عم مش هتودينا عند فوكا؟ قال لهم انا فوكا. الله، طيب بص احنا هنكتب في التقرير بتاعنا احنا ما لقيناش فوكا، واهرب انت لحياتك. قال لهم ابدا ابدا. طب انت عملت معانا ليه كده؟ حد يبقى عارف ان جاي واحد يقتله ويخدمه ويعشيه ويفطره ويستضيفه ويعمل حاجات حلوه كده؟ انا عشان انا بحبكم، عشان انا بقول حاضر للوصيه، انا بقول حاضر للوصيه السهله دي وبسيطه يعني. طب احنا هنموتك. طب ما فيش مشكله، ما احنا لسه واخدين القديس ابهور، هنموتك ونعذبك، انا هروح السماء. خلصت الحكايه دي، الارض فيها ايه؟ انا هروح السماء. قال لهم طيب احنا نكذب على الملك، نقول ما شفناكش. قال لهم ابدا، ادوني بس ساعه زمن احفر القبر بتاعي، وبعد كده لازم تموتوني، لازم تاخدوا رقبتي لدقلديانوس. الثلاثه الجنود اللي عملوا كده القصه بتاعتهم يقولوا بعد ما موتوا فوق وخدوا راسه، راحوا قالوا لدقلديانوس احنا مسيحيين، احنا مسيحيين. اتاري لما بتقول حاضر بتربح الاخرين برضو. يا بختك لو بتقول حاضر لجوزك هتربحيه، هتكسبيه بكلمه سحريه اسمها كلمه ايه؟ حاضر. وانت يا بختك لو بتقول حاضر ليها برضو وترضيها هتكسبها. مش هنحتاج لمحاكم، ولا مش هنحتاج لناس تحل لنا مشاكل اسريه ولا الكلام ده كله. كلمه بسيطه من لسانك الحلو اللي بينقط عسل، لسانك الحلو اللي بينقط عسل وسكر، تقولي له ايه؟ تقولي له ايه؟ تقولي له ايه؟ والكلمه الاولى تقولي له ايه؟ لا الاولى، والثانيه اسف وايه؟ وحاضر. اسف وحاضر تربحيه. فوكا ربح اعدائه بكلمه حاضر، حاضر للوصيه يعني. لما قال حاضر كسب اعداء واصبحوا دول شهداء زيه يعني. راح عند دقلديانوس ذبح رقبتهم وموتهم وبقوا شهداء بعد كده، واتكتبت في القصه بتاعتهم كده، كتبت في القصه ان هم امنوا على كلمه حاضر اللي قالها فوكا. كلمة سحرية تانية اسمها كلمة حاضر. الكلمة الأولى كلمة آسف، الكلمة التانية حاضر، الكلمة التالتة، الكلمة التالتة إيه؟ شكرا. إحنا بننسى نقول كلمة شكرا دي، إحنا ما بنعرفش نشكر. صحيح ما بنعرفش نشكر. ربنا ممكن يدينا نعم كتير، طبيعي إن إحنا أنا أقوم من النوم أصحى وأقوم وألبس وأعمل. طب ما ممكن يكون غيرك، أنا آسف ربنا يديكوا طول العمر، نام على السرير وايه وما قامش. دي بسيطة، دي بسيطة، مش بسيطة خالص، مش بسيطة خالص. اعرف واحد نام على السرير وصحي مشلول، انا اسف يا ربنا يبعد عنكم، جات له صدمة بيفكر في حاجة كبيرة كبيرة، مشكلة كبيرة، لما جاله شال الرباعي. بسيطة انك تصحى الصبح تقول ربنا اشكرك يا رب النهاردة على الصحة دي، مش بسيطة، مش بسيطة. كلمة شكرا، انك تقول شكرا. قديس بولس في رسالته الى اهل تسالونيك الاولى بيقول كده، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. الشكر، الزوجة الراضية دي تشكر، والزوج الراضي ده يشكر، يشكر ربنا على نعم كتيرة خالص ربنا بيكون مديها له. الملاك الحارس بتاعك يفرح لما بيلاقيك بتشكر، لما بيلاقيك بتقول اسف، لما بيلاقيك بتقول حاضر، لما بيلاقيك بتقول شكرا. عشان كده داود النبي يقول ايه؟ ماذا ارد للرب عن كل ايه؟ احساناته. احساناته كبيره. ده انا لو قعدت من هنا للسنه الجايه اشكر مش هرد عن احساناته، احساناته كتير عليا. احساناته كتير عليا. مديني زوجه حلوه فيا، مديني اولاد مباركين، مديني اسره، مديني صحه، مديني عقل بفكر بيه. ما ياما غيرك، انا اسف برضو ربنا يديكم العقل الرزين يعني. ياما ناس مش لاقيه العقل ده، ياما ناس مش لاقيه في مستشفيات بيتعالجوا، وانت عقلك ده بيوزن الامور كويس، بيحسبها كويس، بس من فضلك احسبيها صح، احسبها صح، احسب صح وقول شكرا، احسبها صح وقول حاضر، احسبيها صح وقولي اسفه. هتبص تلاقي نفسك عايش وحواليك ملايكة،
صدقوني لو طلبت من ربنا ان يوريك الملاك هيوريك الملاك، هيوريك الملاك، بس احنا ما بنقولش لا اسف ولا حاضر ولا شكرا. عارفين ليه؟ الانجيل يحلها لنا النهارده. في اول ايه بيقول من هو الاعظم، جمل المسيح وقالوا كده، مين الاعظم؟ قول لنا بقى كده مين الاعظم. استنى استنى شويه، راح جاب ايه؟ طفل صغير. طفل الصغير ده ماما تبقى لسه مزعقاله، وتيجي ماما تديله حاجه يقول لها ايه؟ شكرا يا ماما. مثلا ماما لسه تكلمه ولا تكلمها، خلاص يا ماما انا اسف مش هعمل كده تاني، صح؟ انا اسف. وماما بعد شويه تقول لها حاجه لبنتها، حاضر يا ماما. لان الطفل بيقول كده، الطفل بيقول كده بطبيعته، طبيعته البريئه دي بيقول اسف عادي، يقول اسف، يقول لك اسف يا بابا. مش احنا بنقوله كده؟ انا بقول لبنت الكلمه دي، خلاص يا مريم قولي اسفه مش عامل، اسف يا اسفه يا بابا مش هعمل كده تاني، خلاص حتى لو مش فاهمه بس بتقول اسف، بتقول حاضر، وبتقول ايه؟ بتقول شكرا. اسف وحاضر وايه؟ وشكرا. فضلك ما تنسوش الكلمتين دول، وافتكر السؤال ده، انت عايز تبقى صديق للملاك؟ السؤال جواك انت اللي تقول، انت اللي تقولي لو عايزه بيتك يكون فيه ملائكه، قول الثلاث كلمات دول. لو عايز بيتك يكون فيه ملائكه، قول الثلاث كلمات دول مع زوجتك واولادك، مع زوجتك واولادك، قول الثلاث كلمات دول. اختم بقصه جميله عن طماف إريني. راهب من الحبشه كان في اورشليم سنه 96، حضر اسبوع الالام هناك، وراح دير ابو سيفين للراهبات، انا عايز اشوف طماف إريني دلوقتي. قالوا طماف إريني في القلايه مش هينفع نخبط عليها، لا لازم اشوفها دلوقتي، انا راجع الحبشه ولازم اقولها على حاجه مهمه. الام اللي هناك المدبره يعني الوكيله خبطت على طماف إريني، ايوه يا امنا عايزه ايه؟ في راهب من الحبشه عايزك، بيقول عايزك ضروري. حاضر انا طالعه له. راحت استقبلته، مالك يا ابونا؟ قال لها انا كنت في اورشليم، الحمد لله على السلام، جبت لنا بركه معاك، جاب لها صليب وحاجات حلوه. قال لها شفت رؤيه جميله عن دير ابو سيفين، ايه الحكايه؟ قال لها شفت الدير مفتوح من البوابه الرئيسيه الكبيره خالص. اللي منكم راح دير ابو سيفين يشوف البوابه الكبيره دي، وملائكه صغيرين داخلين، وابو سيفين واقف على الناحيه اليمين، والبابا كرولوس واقف على الناحيه الشمال، وانت واقفه جنب ابو سيفين، وابو سيفين بيقول لها ايه؟ خلي بالك إريني، احنا عايزين نضيفهم، استضيفوا الملائكه الصغيرين دول عندكم في الدير. هنستضيفهم يا ابو سيفين، نعمل ايه يعني؟ هتاكلوهم وتشربوهم وتكسوهم، يعملوا لهم ثلاث حاجات، ياكلوهم ويشربوهم ويكسوهم. قالت له طب دول ملائكه يا ابو سيفين، هياكلوا ويشربوا ايه ويلبسوا ايه يعني؟ راح رد عليها البابا كرولس، قال لها يا إريني اكلهم وشربهم تسبيحكم وصلواتكم، اكلهم وشربهم تسبيحكم وصلواتكم. طول ما انتوا بتصلوا وبتسبحوا يبقى الملائكه يبقى موجودين معاكم. نكسيهم بايه؟ قال تكسوهم بمحبتكم لبعض. هنا قال لها البابا كرولس لو الملائكة دول عايزاهم يقعدوا عندك في الدير، يعملوا الثلاث حاجات دول، أكلهم وشربهم ولبسهم، تسابيحكم وصلواتكم وإيه؟ محبتكم. بيت أي واحد مسيحي عايز يسكن معاه ملائكة، يجيب ملائكة يعمل الثلاث حاجات دول، يصلي ويسبح ويعمل ايه؟ ويحب. بس هي دي، يصلي ويسبح ويحب، مش اكتر من كده. تصلي وتسبح، تحضر القداس، تروح تشغل اغاني سي تي في، يبقى روح ربنا موجود في البيت، وتعرف تحب اللي معاك، تبص تلاقي ملائكه جوه في البيت عندك، مش اكتر من كده. افتكر الثلاث كلمات دول معايا النهارده، طلع انجيل اول ما تروح، طلع انجيل معلمنا متى واقرا الانجيل ده تاني، واعرف متى 18 من 1 ل 9، متى 18 من 1 ل 9، وقول لربنا انا اسف، او قول لزوجك انا اسف، او قول لزوجتك انا اسف.
قول حاضر، وقول ايه، وقول شكرا، قول اسف، حاضر، شكرا. ربنا يديكم نعمه وبركه، له المجد في كنيسته من الان والابد امين.